بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم درسنا الثالث من الحصول على EISSN. طبعا بعد فترة وصلت لنا رسالة، هاي الرسالة تقول انه شكرا على جهودكم والى اخره من الكلام، واحنا ردينا لهم شكرا على جهودكم المبذولة. الان لو تلاحظ هنا processed، يعني تم وانطونا الحصول على الـ EISSN اللي هو هذا. نجي نفتحه نقر عليه، بعد النقر عليه نلاحظ انه هذا حصلنا على الرقم الـ EISSN هذا طبعا، وهذا الخاص بالبرنتر. الان من تريد تسحبه من هنا تروح تنقر عليه، الانترنت ضعيف بسبب المظاهرات تدرون. هذا الوثيقة اللي وصلت من عندهم وموقعة من قبل الـ ISSN. هذا بما يخص بالحصول على الـ ISSN. تحياتي لكم.